بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة تاع البسبوسة انديفيديوال، ان شاء الله تعجبكم. شو عندنا في المقادير؟ عندي زوج حبات بيض، عندي كاس تاع سميد. كما راكم تشوفوا سميد انا ديت المتوسط، باسكو ديجا المتوسط تاعنا هو عبارة عن رقيق، ماشي متوسط صافي جي غاجي شويه رقيق. عندي هنا قلت لكم كاس تاع 240 مليلتر، معناتها الكبير تاع ليمونات تاع سميد متوسط. عندي هنايا نص كاس تاع سكر، نص كاس زيت، وهنايا اللي عندها انفو ياغورت فريز دير فريز باسكو راني باغي ندير كو فريز. اللي ما عندهاش دير نص كاس حليب، انا زدت لها ليكستري تاع الفريز. سينو اللي ما عندهاش كاع دير نورمال نص كاس حليب، وعادي جدا تخدم بسبوسه تاعها. انا عطيتكم مقدار صغير، هنايا عندي باكي تاع خميره تاع 10 غرام، انا عطيتكم مقدار صغير وانتم تقدروا دوبلو، وشويه تاع لافاني كما راكم تشوفوا. الوغ نبداو بسم الله الوصفه تاعنا. بجوج حبات بيض، الحبه الاولى، حبه الزوجه، نديرو قطرات لافاني، ليكستري تاع لافاني. اللي عندها لافاني اون بودر يدير بودر، اللي كيما تبغو نتوما، واللي عندها ليكستري تاع الفريز طو ميو. نزيد نص كاس تاع السكر، نخلطو شويه. نزيدو الزيت، نزيدو الحليب. هذا قلت لكم اللي عندها حليب اوبي دير اوبي، ما عندهاش حليب اوبي دير بويا وقت فريز، ما كاش بويا وقت فريز، نص حليب نص كاس حليب عادي وصاي. هنرسانكم ديروا معاه اكسترا تاع فريز، انا اللي باغيه كو فريز. نزيدو السميده تاعنا لي مع لو باكي تاع ساشي تاع الخميرة. الوغ نديرو لو بوغ في ليمول تاعنا. انا اختاريت ندير هاد ليمول تاع الانديفيديوال، نتوما كيما تبغوا، تبغوا ديروه في الكبير تبغوا ديروه في الصغار، هادو سي بلي بريزونطاب. نديرو لهم كاع هكا اون بوغ تري تري بيان. جينيروزمون باش هكا اون كونفيرم بلي البسبوسه تاعنا ما غاديش تلصق. عمروهم حتى المنتصف. اللي ما عندهش هاد الليمول يقدر يدير مول كبير نورمال، يخدم عادي بطريقه كوليكتيف ماشي تاع هاد الليمول انديفيديوال. هما غادي يطلعوا لكم بصح بعد مور اللي تخرجوهم من الكوشه وتقبوهم باش دير لهم الشربات غادي تلقوهم تفشوا شويه. دونك حنا ماذا بينا باسكو رانا باغيين نديرو اون دوزيام كوش فوق هاد البسبوسه تاعنا. ندخلوا الليمول تاعنا يطيبوا في الكوشه، ايا ونخرجوهم. انا درتها بري شوفي، معناتها راني محميتها من قبل على 180 درجه لمده واحد ربع ساعه ولا 20 مينوت، ندخلهم ديريكت لداخل. نقص النار، نردها 160 ولا الوغ، ونخليها تطلع في غردها هذيك البسبوسه وتطيب. الوغ اللي كوش تا يكون محميها غايه ما غاديش يضطر انه يشعل من الفوق، باغ كونطخ لي ما يكونش محميها مليح غادي يشعل من الفوق. نتوما خلوها حتى تحمر لكم تري تري بيان وطيب لكم غايه، ما تخلوش البسبوسه تاعكم خضره. انا في الشربات عندي زوج كيسان ماء مع كاس سكر، نضوهم فوق النار كي يبداو يغلو نحسبوا 10 دقائق نطفو وندير لهم شويه اكستري د لافاني. بعد ما تخرجوهم من الكوشه ديروا لهم هكا تقبوهم، تقبوهم كاع بالكوردون باش الشربة تاعنا تدخل فيها. الوغ ونشربوهم تري تري بيان فوالا دو سيت فاسون كيما هكا فوالا. الوغ نبقاو نشربو فيهم شربات اللي تكون باردة شويه.
الو جماعه خلوهم يبردوا مليح مليح ونكملوا مع بعض لا ديكوراسيون. الو نطلعوا الشونتيي تاعنا. اش عندي هنا؟ عندي عبر تاع شونتيي مع عبر تاع جنينه. انا يا جي بري هذه جنينه ديت هذه. دونك نتوما تقدروا تدوا باغ اكزومبل ياغورت فريز باش طيح لكم شويه ثقيله باغ اكزومبل تاع لاكطا. جو قلت لكم في الشونتيي نديروا السائل هو الاول باش الشونتيي ما تلصقناش من تحت. بعدا نديرو لا بودغ نضربوها بسرعه صغيره من بعد نكبروها بزاف. غادي يحسبوا بلي البسبوسه راها محروقه في الحواشي، مي باغ كونطخ انا من الاضاءه تاعي راها ناقصه، راها تبان ان بو فونسي، بصح هي راها طايبه بارفي. انا نزيد لها ملعقه صغيره تاع ليكستري تاع الفريز بور دوني لا كولور. انا غادي نستعمل هاد الهدوي كيما راكم تشوفوا، نتوما استعملوا اي وحده عندكم. لا ديكوراسيون تبقى او شوا وكل واحد شي يبغي. مرات ما نبوش نديكورو بلا ميم فاسون لي ديكورينا بها من قبل، دونك سي بور سولا كو انا خيرت اون دوي وحده اخرى باش هكا الشكل يكون مختلف شويه على شما اللي ندير لهم. انا اون توليكا في هاد التحليه حاولت اني يعني دي ديكوراسيون كل وحده تختلف على الاخرى باش هكا نعطيهم لو شوا سورتو الصغار باش يخيروا الشكل اللي يبغوه. الوغ كي تكملوا لا ديكوراسيون ديروهم في الفريجيدير، خلو هذيك الشونتيي تاعنا تحكم روحها تري تري بيان، ومن بعد قدموهم. سا ديبون نص ساعه اون اور ولا ليسونسييل كو خاصها تبرد مليح وديكوروها بالفريز باسكو عندنا لو كونتوني هو الفريز. الوغ فوالا البسبوسه تاعنا في ليمول تاع 26، تحليه رائعه وبنينه وبريزونطابل. نتوما تقدروا ديكورو كيما تبغوا نتوما. انا اش نقول لكم، ضمن لكم البنه لوغو الي امبيكابل. تبدلوا شويه زعما جون قريب شويه للشاميه سورتو في هذا رمضان، متشربه تري تري بيان مع هذاك لو غو تاع لو فريز لاغيير غو تاع الفريز مع هذيك الشونتيي خفيفه. الله الله ما شاء الله، يعني روعه الله يبارك. جربوها وما غاديش تندموا باسكو الي فريمون تحليه رائعه مليحه بزاف بزاف سورتو في سهرات رمضان. انا انصحكم تجربوها. الوغ ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتنال اعجابكم. انا ما بقى لي غير نقول لكم تلاقوا في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.